انا جيت سعيده وجيت فرحانه، جيت فخوره بتواجدي اليوم في مراكش فيستيفال انترناسيونال دو فيلم دو مراكش في دورته العشرون. ما شاء الله كبر. اللي نقدر نقول حاليا ان هاد ليديشن اي تري سبيسيال. بزاف الحوايج ناقصين ولكن بزاف الحوايج زادوا، كان ان انورم بروفيسيوناليزم كيبان والحمد لله حنا قادين عليها. دونك دوكو واخا الاجواء شويه ما كتميلش الاحتفال، ولكن نحتفلوا بلادنا ونحتفلوا في السينما العالميه. انا جيت فخوره كل يوم، وجيت فخوره بان كاينين جوج افلام مغربيه في المسابقه الرسميه. فرحانه بزاف للصديق والاستاذ العظيم الكبير فوزي بن سعيد.